اتفضل يا شيخ خلف. خد دي كده من ايدي. بعد ايه؟ اديني بعدت خالص اهو. شيخ خلف الحكايه فيها رزق جامد قوي. حاتم ناوي يديلك 1,000,000 جنيه مكافاه، ولو اني شايفه انك تستاهل اكتر، لكن مش مهم. 1,000,000 جنيه ناخدهم مش قليل. ولا 10,000,000 ما يلزمونيش في حاجه. لا هلبس جلابيه فوق جلابيتي ولا هاكل لقمة أكتر من اللي قاسمها لي ربنا. بص بقى، ما أنا مش حاضر أجيب لك أكتر من 2,000,000. تمن دم زينهم ومتولي. شيخ خلف ما تطمعش. صحيح إحنا محتاجين لك، لكن خليك حنين معانا. ده أول بيزنس بيني وبينك، يعني نهدي اللعب ونشتري بكرة. و2,000,000 مبلغ مش قليل. 2,000,000 مبلغ مش قليل. معاك حق. يبقى اتفقنا، نقوم بقى نروح للناس اللي مستنيين. يلا يلا يا شيخ خلف. يا ساتر، ده انت صعب قوي، بس قلبك حنين. أغير هدومي.